بحلقة اليوم مننقلكن أجمل أزياء نيكولا جبران اللي قدمها خلال تريزومي دبي فاشن نايت. خليكن معنا، حلقة فريدة من نوعها. خلال حفل تريزومي دبي فاشن نايت قدم نيكولا جبران على خلفية البودابست هوتيل للورد اللون مجموعة كاملة بيطغي عليها اللون الوردي. جبران قدم أكثر من سلوات بهالعرض، كل قطعة مميزة كان في دقة بالانتباه للتفاصيل، والشغل على القماش والشك مميز. بهالمجموعة منشوف طول فوق الركبة واسع إلى جنب القصات القريبة من الجسم الطويلة، والتنورة على طريقة الجوبون مع التول. طريقة الشغل على القماش كان كتير حلو، أشبه بالتاتو الأثنيك على خلفية بلون الجلد. تفريغ بالقماش اللي عم نشوفه على الكات ووكس هالموسم استعمل بطريقة لافتة، خصوصاً بالشك على قماش شفاف قريب من الجسم. في كم قطعة كانت أشبه بالمجوهرات ببريئة اللامع والاختيار الناجح للشك. ملفت أيضاً بهالمجموعة استعمال ورود مصممة من القماش كإضافة على القطع. بعض الفساتين كان فيها استعمال لقماش شفاف فوق أبليكيت من الدانتيل، هالشي أضاف شعور بالرومانسية. ولختاب العرض قدم جبران فستان عرس بخلي أي عروس بين مثل الأميرة، كورساج مميز بإضافة التول والورود على التنورة مع شك بيلقط الضوء. جدير بالذكر ابتكارات جبران جذبت الكثير من الشهيرات مثل كيتي باري، ليدي غاغا، بيونسي وغيرهم. بتأمل هالتقرير الخاص يكون نال إعجابكن. تابعوني بحلقات جديدة ودايما مواضيع جديدة.